احنا على المباشرة استاذي، التحقوا بنا غير الناس متابعين. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وفي مراسله جديده من هنا من مكناس. يحضر معنا الاستاذ الداودي محامي هنا بهيئه مكناس، مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. المحامي الداودي اللي كثر عليه القيل والقال، وخصوصا من اللي كان يعني في مؤازره ملف ما بات يعرف بملف بكريشه واسرته والامور اللي كانت دايره في هذاك الملف، واللي الحمد لله القضاء المغربي قال الكلمة ديالو في الملف، لكن كان هجوم شرس على المحامي الداودي، كان نوصل لمرحلة التخوين كاع، كاين اللي قال انه باع الماتش، كاين اللي قال انه مشى مع الزروالي، كاين اللي قال كل يعني الناس خندقات الاستاذ المحامي الداودي. واليوم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي قرر انه يخرج عن الصمت ديالو ويوضح اسباب الانسحاب ديالو من هيئة الدفاع، وكذلك اشنو وقع مع الزوجه ديال بوكريشه الثانيه، ومجموعه من الامور اللي غادي يوضحها السي الداودي. وكذلك غنعرجوا على واحد السؤال اللي اليوم يؤرق بال محامي مدينه مكناس، واللي الكل يعلق فيه صمت، هو القرار الاخير اللي كان هو بتنقيل محاكم محكمتين او محكمه التجاريه والاداريه الى مدينه فاس. هادشي كما غنحاولوا نعرجوا عليه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر، ودائما كما عاهدتمونا مع على قناتكم بالصراحه والمصداقيه طبعا. السي الداودي مرحبا بك، شكرا لقبولكم الدعوه وحضوركم معنا، كذلك لتنوير الراي العام ونسدوا الباب على مجموعه ديال المغالطات، خصوصا انه السي الداودي بالتاريخ ديالكم بتجربتكم في المهنه الشريفه واللي هي الدفاع عن المتقاعدين، اليوم لقيتي راسك في واحد الدوامه ديال القنوات يوتيوبيه، واللي كان كيتمنى غير يجي يوقف حداك ولا غير يجي يتصور معاك، اليوم ولا كيساب ولا كيقول راه شد علينا وباع علينا. اشنو واقع السي الداودي في هذا الملف هذا وفين القضيه كذلك ونعرفوا الحيثيات ديال هذا الموضوع؟ مرحبا بك. شكرا، مرحبا بكم والسلام عليكم. اولا انا ما قلبت على شي حد، بطبيعه الحال الكل كنتبع ما المجرى ديال المسطره من الاول ديالها فيما يخص الملف ديال السي محمد بوكريشه. السي محمد بوكريشه في الاول كنت كما تعلمون ازرته في المرحله الابتدائيه وقمت بواجبي الحمد لله ويشهد الجميع بذلك، ثم جاءت المرحله الاستئنافيه وكثر القيل والقال، بحيث هناك خرجت نتاع الجوزه ديالو اللي كانت مره تقول احنا الدفاع الزوجه ديالو اللي بواحد الخرجات اللي كانت غير محسوبه، وكانت تمس كدفاع وتمس بشخصي. فانا ذاك كان القانون يلزمني بالاستمرار في المسطره، الا انه من بعد ما زرت الزوج ديالها واللي هو اللي كان الموكل ديالي بطبيعه الحال، كانت شبت بالمؤازرة ديالي والاستمرار في المرحلة الاستئنافية. الزوج بغاك تبقى معاه. كان بطبيعة الحال كنت زرته في السجن، وهذا صرح وهذا أمر صرحت به من قبل. فإلا أننا نتفاجأ بعد حضوري لإحدى الجلسات أو الجلسة الأولى في المرحلة الاستئنافية، تخرج الزوجة في واحد الشريط وتقول بأن أنني لا أمثل زوجها، وان المحامي المكلف بالقضيه هو احد الزملاء من مدينه فاس. ف انا ذاك كنت خرجت وصرحت، قلت انا الموكل ديالي يتشبث بك دفاع، وبالتالي هنا الا كان بغاوني نسحب من الملف كاين مساطر اللي خصها تمارس بطريقه صحيحه. ف بعد هذا اللقاء هذا كان اتصل بيا الزميل من هيئه فاس اللي كان تيلو معايا في الملف، وبلغني قال لي تنبلغك هذه رساله ابلغها لك من طرف سي محمد بوكريشه، والتي هي
ضروري الحضور ديالك في الجلسة وإتمام الواجب ديالك. فقلت مرحبا وحضرت الجلسة التي جاءت من بعد، وكان الملف قد تأخر بطلبين من دفاع الخصم، إلا أنه بعد هذه المرحلة هذه بعد الجلسة عاوتاني تخرج الزوجة وتقول أن ذلك كان ديك الرسالة اللي بن الغني الزميل كانت في إطار واحد تكتكة دارتها هي والزوج ديالها والزميل المحترم. الغاية من تلك التكتكة لا أدري. وهنا أصبح بين بوكريشة ومرته الثانية والمحامي، والمحامي هذا ما صرحت به، هناك خرجة ديالها هذا راه تصريح كانت خرجت به للعلن مدون، ما يمكنش يجي اليوم وتنفيه. فهنا حسيت بان هناك تقليل من القيمه ديالي كدفاع ومساس بكرامتي، وانني كاني لعبه يتلاعب بها واحد الانسان اللي لا ادري كيف اصنفه. ومن الطبيعي كان انني نخرج من الملف، خاصه ان هناك كان هناك اشخاص عندهم في مستويات كبيره في الخارج وداخل المغرب، اطباء مهندسون محامون، بداو يتصلوا بيا ويطلبوا مني باش من بعد هذا سميتو باش ما نطيحش في هذا المستنقع هذا. ايضا اضيف الى ذلك الحاح الزوجه على انني لست المحامي نتاع الزوج ديالها في المرحله الاستئنافيه، وبالتالي لم يكن هناك لا تاثير من طرف قنوات ولا اتفاق مع طرف آخر، بل كان لا ضروري أنني نخرج من الملف بطلب من زوجة سي محمد بوكريشة. كيقولوا أنه ضغط عليك، يعني ضغطوا عليك القنوات اليوتيوبية، هناك اللي كيقول أنه وصلت المفاهمة مع الزروالي، هناك من يقول يخون داودي أنه خرجت بزاف ديال الكلام عليك، أنه ما قدرتيش على هذاك الملف بذاك الحجم كامل. كل واحد وشنو دابا تعرفهم هما. انا نمشي معك نقطه نقطه. اولا ما قدرتش على الملف كامل، ما تنظنش حتى وما عجبهمش ذاك الحكم اللي خرج بحق بوكريشة، ما عجبهمش الحكم الابتدائي وما عجبهمش الحكم الاستئنافي، وعجبهم الحكم الاستئنافي اللي جا قبح من الحكم الابتدائي. على الاقل انا استبعدت اطراف نصبت نفسها طرفا مدنيا في الميل في الابتدائي، استبعدتها ولم تقبل طلباتهم ولم تقبل تدخلاتهم، وأمرت المحكمة قضت في الدعوى العمومية فقط. بينما أننا لرجعنا للميل في القرار الاستئنافي أطلقوا أن الحكم الابتدائي بقى هو وقد تأيد، وأضيف إليه دخول الأطراف المدنية التي رفضت المرحلة الابتدائية وحكم لها بتعويضات مهمة. زاد طلبت الطرف المول تحكمات بالإضافة للسنتين حبس النافذة والغرامة، أضيف تعويض لطرفي الدعوة اللي هما الأب ديال آية وسعاد الزوجة الأولى، ومبلغ مهم ماشي بسيط باش نكونوا واضحين. إذن خصهم واش الحكم ديالي اللي ما عجبهمش ومرضاهمش، ولا الحكم اللي جا من في المرحلة الاستئنافية اللي قالوا ما خصنيش ننوب فيها، وكان وإن كان كان هناك بعض القنوات اللي كانوا تيقولوا بأن خص الأستاذ الداودي يبقى في الملف لأنه هو اللي ضبط الملف، لأن القنوات اللي كانت حضرت في الجلسة وشافت طريقة المناقشة ديال الملف والطريقة باش كنا تنقوم بالدفاع على سي محمد والصراحة في الدفاع كانوا تيطالبوا باش نستمروا، كان اطراف اخرى ولكن ماشي كان التاثير ديالهم عليا انا مباشر، كان تاثيرهم على زوجة سي محمد بوكريشة والعائله ديالو، لانهم اللي خرجوا تيقول لك ما تبقاش تنوب علينا في المرحله الاستئنافيه، ما تبقاش تنوب على الاب ديالنا في المرحله الاستئنافيه. خلصوا؟ لا مازال ما خديتش الاتعاب ديالي، المشكل مازال مطروح. انا بطبيعه الحال سوف امارس المساطر القانونيه. هذاك الملف ما كملتش، هذاك الملف ما اتعابي ديال المرحله الابتدائيه مازال ما تكملاتليش، واتعابي ديال المرحله الاستئنافيه فيما يخص الجلسه الاولى والثانيه وما يخص التنقل من اجل قبل من الجلسات قبل ما يتعين الملف باش ناخذ الاجراءات وهذاك الشيء حتى هي كلها كانت من مصاريف من جيبي انايا، وما خديتش فيها الاتعاب ديالي.
أضيف إلى ذلك أن هناك حتى بالنسبة فيما يخص الأتعاب ديالي في المرحلة الابتدائية، كان هناك نقاش رائج، هناك أطراف كانت قد تدخلت في الملف، هناك أهداف كانت محددة وما بخش ومسطرة من طرف عائلة بوكريشة أو من طرف الزوجة ديالو، باش ما نعممش لأن هي اللي كانت تتحكم في دواليب الأمور. كانت هناك ما واحد مسألة أنا ما كنتش نعرفها اللي هي ما يسمى بالصينية أو المنصة، هذه مسائل كانت سميتو ما بغيتش ندخل فيها لأن هي استطرحت عليا هذه المسألة هذه ورفضت، لأن أنا قلت لهم أنا محامي وأتقاضى أتعاب ومتن متشدي للسعاية، يعني اللي من حقي نوصل له بغاوني ندخل في هذيك اللعبه ديال ندخل في هذيك اللعبه ديال الصينيه او المنصه، يعني اول مره تنسمعها بطبيعه الحال هذيك المساله هذه. يعني واعطيني المثال بزملاء قبل مني نابوا في ملفات ديال اليوتيوبر واستفدوا من هذه المساله هذه، وقيل لي فلان دار الفيلا وفلان دار السياره من هذيك المساله وهذه وهذه في اطار الاغراء ديالي، وانا رفضت ذلك. دابا المحامي كيتواصل مثلا مع المتابعين ديال صاحب هذه القناه وياخذ من عندهم، ما عرفتش الطريقه المتتبعين تيجي كما شي منصه من المنصات ديال اليوتيوب تتقوم بهذه العمليه لفائدته، او يسلمهم الحساب البنكي ديالو ويقومون بهذه العمليه بضخ المبالغ الماليه في الحساب ديالو مباشره. هذا ما قيل لي ولست نظركم ماشي قانوني. لا ليس قانونيا بطبيعه الحال، انا كما قلت تحصيل اموال من عند الناس لا، اخلاقنا المهنيه لا تقبل هذا، نحن لنا قانون يؤطر تصرفاتنا وتعاملنا مع الزبائن ومع المتقاضين، وبالتالي الخروج عليه بطريقه اخرى يعرضك للمتابعه. نعم نحن مسؤولون امام القضاء وامام القانون وامام الهيئه ديالنا خاصه بما يخص التعامل ديالنا مع المتقاضين او التعامل ديالنا خارج كتخدم في اطار الاجراءات المعمول بها قانونيا. انا نمشي معك اكثر من هذا، ان انا قد كانت هناك حرب ضروس ضدي من بعد ما قبلتش هذه المسائل هذه، ولقد لاحظت هناك مجموعه ديال الاشخاص بغاو يصنعوا ملفات ضدي، هناك شكايات، هناك من اراد استغلال ترشيحي لاحد المناصب بنقابه مكناس وهيئه الدفاع، وقام وبداو يروجوا هذه المسائل، وهناك اناس قدموا شكايات، وهناك عده مسائل اكثر من هذا. انا مؤخرا توصلت بكتاب من واحد السيده تنشكرها من هذا المنبر هذا، مصيفطه لي خرجت واحد القناه وفيها تعليقات. كان هناك زميل لنا معتقل حاليا على ذمه قضيه الله يفك صراحه، وكان بحكم انه من مدينه مكناس، فهناك من كان يتساءل عبر تلك القناه واش الاستاذ الداودي، وهناك من كان يقول يا ربي يكون هو، وهناك من كان يدعو ان اكون لهذه الدرجه، ولا ادري ما هو الشر الذي قمت به، لا ادري ما هو الشر الذي قمت به، وكما قلت تعاطفت تعاملت بحسن نيه. حيت ما بغيتش تطلع في الفيديوهات معاه؟ ما قبلش نمشي في هذا الاطار هذا. ربما في الاول كنت ما كنتش نفرق ما بين منبر صحفي ومنبر يوتيوب، بحكم اننا كنا تنخرجوا من الجلسه وكانت تتم انكباب مجموعه ديال القنوات وما تنفرقوش ما بين هذا وهذا. حتى من بعد اتصلوا بيا بعض الزملاء الصحفيين وقالوا لي راه كاين المنابر الصحفيه تما وكاين منابر ديال اليوتيوب، فاستدركت الامر. ومن بعد بطبيعه الحال فاش تكون تتعامل مع واحد المجال جديد، ولا بالرغم ان تكويني قانوني وفيما يتعلق بالجريمه الالكترونيه، الا انه فاش تتعامل مع واحد الجهاز جديد او ناس جداد او واحد وجود ما تيمكنلكش تكون ضابط المسائل ديالهم الداخليه الا بعد التعامل معهم. سي الداودي شكات بك مرت بوكريشة؟ نعم دارت شكاية الأولى والثانية والحمد لله. جات عندك حتى المكناس؟ جات عندي المكناس،
جات عاودينا على هادشي. كانت جات عندي المكناس رفقات بعض الاشخاص، ولكن في الاول فاش جلسوا معايا هذوك الناس منهم ناس في القضاء كانت باغيه التنازل عن الشكايه التي كنت تقدمت فيها فيما يخص، كانت تتصل بي حتى معروفه لان المساله ديال الشكايه كانت تتصل بي حتى ناس من الامارات ومن الجزائر من عده، كانت يدخلوا لجوجل تاخذوا الهاتف ديالي رقم الهاتف ديالي وتتصلوا بي، وكانت جات بسميت. ولكن انا في تلك الفتره كذلك كان هناك اناس حسوا بالظلم اللي تعرضت ليه وكانوا يرفضون مساله التنازل لان شافوا فيها انني ما غاديش تكون نقبل بالاهانه غير ليا، بل سوف اقبل بالاهانه لهيئه الدفاع بصفه عامه، لان ما قيل قد تجاوز الحد المسموح به. فرفضت الجلوس مع هذا. ما وقع ان هذوك الناس حاولوا يستغلوا المكانه ديالهم عندي وحضروها باش يجلسوا معايا، وانا رفضت بطبيعه الحال، ما كانش يمكن لي نقبل وخليت المسائل تمشي بطريقه قانونيه. علاقه الاستاذ داودي، غنحاولوا ندوزوا الان واحد السرعه ديال الاسئله، علاقه السيد داودي مع الزروالي، مع يوسف الزروالي، اكثر عليها القيل والقال. ما هي علاقتي؟ لا شفتوا ان يوسف الزروالي بطبيعه الحال كان وقع واحد الاشكال امام المحكمه الابتدائيه بفاس، وتم التجاوز عنه بحكم انه اعتذر وحضر كم مره وطلب مني العذر، وبالتالي تجاوزت هذه المساله. هذه لا علاقه لي مع يوسف الزروالي، بالعكس هناك كانت عندي شكايات، من ضمنهم الشكايه ديال لبنى زوجة بوكريسا ويسرى ابنة سميتو. انا من تقدمت من مدينه فاس وقمت بتوصيلهم الى عبر سيارتي الى مراكز الشرطه، وتم الاستماع اليهم وتم تحريك المساطر في هذه الشكايات الحاليه اللي الان يقول البعض بانها قد تم تفعيلها حاليا، وهذه هي الشكايات التي تقدمت بها، ليس هناك من فعلها، بل انا من كنت افعلها انذاك. ربما الان هناك من ركب على الموج وحاول استغلال مسألة الاستماع إليهم من جديد أو محاولة الاستماع ليوسف الزروالي، ولكن ليس هناك من قام بأي إجراء، هما الآن يتبعون الخطى التي حددتها في الأول ديال المساطر اللي قمت بها. أصحاب نظرية المؤامرة كيقولوا أن يوسف الزروالي هو اللي ضغط عليك وهو اللي كان جنبك وخلاك تاخذ القرار ديال الانسحاب على لبنى. نظرية مؤامرة. راسك هذوك مالي النظرية. لا والله راه دايرين لا لا هذوك الناس كون كانوا تيعرفوني تاكسي هذوك الناس كون كانوا تيعرفوني مزيان كما تيعرفوني الزملاء ديالي، انا انسان عنيد وما يمكنش شي واحد ياثر عليا، راسي قاصح صحراوي تبارك الله فهمتي. اذا ما ياثر عليا لا يوسف وما يوسف الزروالي ما عندوش شي علاقه مباشره بيا انايا، بالعكس انا كاين مساطر جاية في المستقبل. أنا أقوم أنا محامي ودافع عن أطراف ضد أطراف. ما يمكنش ما يمكنش أنني نكون تنوب على لبنى ويجي والخصم ديالها ويأثر فيا. وإلا هذا راه ماشي تأثير، هذا راه بيع عشرة. وراه تاهمو بالبيع عشرة. تموني بالبيع والشراء؟ قالك شديتي اعطوني عاد ديالي واحد العرا اعطوني عاد ديالي شديت من عند من شديت وهناك من يقول لا يا شوف انا 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 باش نقول لك والله دابا باش نكون معك صالح، انا والله الا عاد تنسمع دابا شحال من المعطيات هادشي باش مره تعجبني نجلس مع شي اخوان من من من, من الصحافه، لان مثلا انا فهمت واحد الحاجه ان هناك انا تنلاحظ في اليوتيوب هناك اناس تقبطوا قضيه وتتقبطها تتقبط 10 ديال القنوات من اليوتيوب وتتلقى كل واحد تيقول فيها هضره حسب العقل ديالو وما اوحي له، تصنع قصه من قصه وكل واحد، وبالتالي تتلقى تصريحات متضاربه
تتلقى معطيات متضاربه، وهذا الشيء اللي خلاني ما نبقاش سميتو. واخا يجي يهضر فيا شي واحد، واخا يقول لي سميتو شي حاجه، حتى دابا ما كان مشكل، مرحبا فهمتي. ويبقاو يحطوا يحطوا يحطوا، انا في العشيه تلقاني عاوتاني محطوط بزاف ديال سميتو تيك توك وكذا وكذا. استاذي كان واحد هنا سؤال، يعني وانا كنعرفوك سي داودي من القيدومين المحامين ديال مكناس، كان واحد النقاش حاولوا انهم يدخلوك فيه ديال انه راه السيد داودي، كنعرفوا السي نبيل النوري صديقنا وخونا وصاحبنا، ومن بين المحامين اللي تبارك الله الشباب اللي عطاو داروا الكلمه ديالهم والبصمه ديالهم. واش كاين شي حاجه بينكم وبين السي نوري؟ واقع شي مشكل بيناتكم؟ لا شوف، على قبل هذا الملف نيت هو اللي شوف انا بعدا باش شوف المبدا ديال خوك في الحرفه هذو. لا ما كايناش عندنا حنا هذه المساله، لان حنا ماشي حرفيين، احنا مهنيين. زعما في المهنه عدو ولا في المهنه؟ لا لا ما كاينش عندنا، بالعكس النوري بمثابه الابن الاصغر ديالي، يعني لان في البدايه ديال المسار ديالو كان يلجا الي من اجل النصيحه، وكان سميتو يسمع الكلام، ولكن ما يمكن التكلم عنه حاليا. هناك نزاع بيني وبينه، ساقول وبكل إلحاء وصدر، ليس هناك أي نزاع بيني وبين الأستاذ النوري، بدليل في الوقت اللي كنت أتعرض للهجمات الشرسة وكانت مؤامرات وتكالبات ضدي، فكنت أنا ذاك في الانتخابات، وكان هذا هو الغاية، أن ذاك الخرجت اللي خرجوا بعض القنوات وطلع بعض الاشخاص بعض القنوات، وهذه كان في اطار التشويش، وقد استغل بعض الفيديوهات استغلت في ضدي في الحمله الانتخابيه، لا استغلت ونشرت في، هناك من نشر بعض الفيديوهات التي اتعرض فيها للشاب والاهانه والاتهامات الكاذبه، نشرت في الصفحه الخاصه تاع ديال المحاميين من اجل المساس بي. ولكن هذه حرب كانت حرب ضروره شرسه، ولكن واشكر الزميل النوري، كان من ضمن المحامون الذين ساندوني، وكان من ضمن المحامون الذين وضعوا ثقتهم في، وبالتالي هذا بطبيعه الحال واشكره، وبالتالي بطبيعه الحال يتضح من هذا ان ليس هناك نزاع بيني وبين النوري، الاستاذ النوري. حقا هما حاولوا يركبوا على هذه المساله ديال انني انا كنت تنوب في الملف، وجا النوري الاستاذ النوري وناب على نفس الطرف سميتو، هذا شيء طبيعي سميتو. بالنسبه للمسطره الثانيه اللي كان ناب على لبنى زوجة بوكريسا في الإطار الشكاية اللي تقدمت بها، هذه بطبيعة الحال كانت شوية قاصحة شي شوية، بحكم أنه زميل من نفس الهيئة وعيبوا عليه الزملاء، ولكن هذا ما وصلش لدرجة أنه يكون بيناتنا نزاع. بالعكس أنا قلت لك جات الانتخابات من مراه، وكنا تنجلسوا وتنهضروا وسميتو، وتيدعمني ووضع صوتو سميتو بالفائتي. اذا هذه مسائل اشارات المهم. واخا استاذ داودي، اليوم فين وصل الملف ديال بوكريشا استئنافيا؟ استئنافيا اظن